أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها الحسابات الفلكية تحدد موعد حلول عيد الأضحى بالمغرب ولن إلى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو كشف خبراء بالحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى في المغرب هذا العام سيكون الاثنين سبعة عشر يونيو المقبل الموافق لعشر ذي الحجة من سنة ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجرية وفقا لبعض الحسابات الفلكية فإنه ينتظر أن تتم عملية تحرير هلال ذي الحجة ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجرية يوم الجمعة سبعة يونيو ألفين وأربعة وعشرين ميلادية حيث يتوقع أن تتوفر الظروف الملائمة لثبوت الرؤية وعلى إثر ذلك ستمتد العطلة المدرسية من يوم السبت 15 يونيو إلى غاية يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 فيما سيتوقف العمل بالإدارة العمومية يومي الاثنين والثلاثاء فقط